السلام عليكم متابعي إيران بالعربية الكرام. نتجه اليوم نحو مزار الإمام زاد علي بن الإمام محمد الباقر عليهما السلام، والذي أسمه المحبون بالسلطان علي لمعرفتهم بقدره ومكانته والتضحيات التي قدمها واستشهد في سبيل نصرة المظلومين وإحياء الدين. يتهافت الآلاف من كافة أنحاء المدن الإيرانية نحو المزار لإحياء ذكرى شهادته عليه السلام وإقامة مراسم اشتهرت باسم مراسم قالي شويان، والتي تصادف الجمعة الثانية من شهر مهر. يوجد في ضريح السلطان علي سرداب يبلغ طوله حوالي 6 أمتار وعرضه 3 أمتار، وتقول إحدى الروايات أن هناك جثامين داخل هذا القبو تم حفظها منذ ذلك الوقت من حرب السلطان علي مع حاكم أصفهان آنذاك. تواترت على المزار أيادي الفنانين الإيرانيين حتى وصل لشكله الحالي. له صحن كبير تتصدره مئذنة منقوشة وسط مئذنتين فيروزيتين، وعند دخولك من الباب الخشبي سيلفتك الضريح الذي يقع تحت السقف الأبيض للقبة والمنقوشة بالآيات القرآنية، لتجتمع كل التفاصيل في لوحة فنية تسر الناظر وتضفي روحانية على المكان.